اهلا وسهلا بيكم مره تانية. قلنا لكم قبل الفاصل في بدايه الحلقه ان احنا هنعمل فكره جميله قوي مع الجيلي. يعني انا مش محتاج ان انا اعمل جيلي عشان اوري لكم الجيلي بيتعمل ازاي، بس محتاج اوري لكم فكره حلوه قوي في طريقه العرض بتاعه. انا عندي شويه ميه، بسم الله، احط تقريبا قد كوبايه. طريقه العرض هتبقى مختلفه ازاي؟ انا هعمله في، انا عملت عصير برتقال. بعد ما عملت عصير برتقال فطبعا بيتبقى عندي ايه؟ بيتبقى عندي القشر بتاعه. بدل ما ارميه، القشر اهي اللي انا عملت فيها العصير برتقال، عصرت البرتقانيه على العصاره، اتبقى القشر بتاعي. هل ينفع ان انا اشتغل في الديت؟ ينفع ان انا اشتغل فيه. هجيب الجيلي بتاعي وهصبه فيها وهقطعه ونقدمه للاطفال. اطفال هتستغرب على الشكل بتاعه. كل ما بحاول ان انا ابتكر طريقه العرض، حتى لو كان نفس المنتج اللي انا بقدمه باقل تكاليف بس غيرت في الشكل بتاعه، يبقى انا فعلا غيرت. بالنسبه للجيلي هي كميه الميه، يعني مثلا كوب عليه كوبايه ميه، كوب وربع. بحط يا اما على ميه سخنه وببدا اقلب. لو انا عايز اسرع في الموضوع بعمل الميه ديت على نصين، نص بارد ونص سخن. يعني ممكن احط نص كوبايه ميه متلجه دلوقتي على نص كوبايه ميه بتغلي. ليه؟ ديت بتخلي الجيلي يمسك بسرعه. اتاكد ان هو بس داب كويس. حلو قوي، بسم الله. انا عندي الكوب اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نعدلها، بس اهم حاجه وانا شغال اتاكد ان هي محطوطه كويس، لان انا عايز ادخلها الثلاجه. لما تخش الثلاجه معايا هتاخد الوضع اللي هي محطوطه فيه طبعا، سواء كانت مميله بقى. انا عايز اعدلها، عايز ابقى اخليها معدوله. بسم الله. وممكن طبعا ادخل فيها اي فاكهه. عندي شويه تانيين بالمانجا، اي لون معايا، بس انا يعني بحاول ان انا اغير في الشكل بحيث ان هو يبقى شكله مختلف شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب معلقه وابدا ادوب، ادوب كويس لغايه لما يدوب معايا. يبقى انا قدمت يعني في حاجه، بصوا يعني انا برميها القشره، بس انا برميه ما بستخدموش، بس انا عايز قلنا لازم نعرف نستخدم الحاجه ازاي. مش مطبخ محترفين بقى ولا ايه؟ فكرات ست البيت ومع الحاوي اللي دايما غاوي. بسم الله. حلو قوي. اتاكد ان هو داب كويس. حلو زي الفل. شيل دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني او بنتي او اي ضيف، انا مش هقدم البرتقانيه سليمه كده، انا عامل العينه قدام منكم اهيت، بس ايه لازم طبعا ادخلها الثلاجه عشان تشد وابدا اشتغل عليها. فعشان الوقت بتاع البرنامج فانا لازم اقدمها لكم، اكون مجهز، انا عامل تجهيز مسبق ليها. بالراحه كده خالص، ديت هتخش الثلاجه مع نفسها كده شويه بس نخلص الطبق بتاعنا. ادي الطبق بتاعي اهوت. بعد ما جهز كل اللي انا هعمله، هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، انا ممكن اقدمه كده، الشكل بتاعه حلو، انا ما عملتش حاجه، ما اخترعتش، بس كل اللي انا عملته فيه ان غيرت في طريقه العرض بتاعته. ممكن اخده على كمان المثلث. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الجيلي ده خد طعم،
البرتقال دلوقتي، نجيب الطبق بتاعنا. لو انا عندي كريمة ممكن اقدمه مع الكريم. بمعنى ايه؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي الشريحة قدام مني جاهزة، هي ممكن اعمل عليها كريمة، بس انا بقدم الفكرة لحضراتكم، وطبعا اكيد طريقة التقديم دي بتاعكم طبعا. اعمل بقى ايه؟ واحدة اصفر، بسم الله الرحمن الرحيم، اخد بقى منها كده حتة. ممكن طريقة العرض بقى بتاعتها ممكن تبقى ايه؟ واحدة وواحدة. يبقى ممكن نعمل كده، كده تمام، كده ممكن نسوي دي شوية بس. كل وصفاتنا ومقدرنا موجودة فين؟ موجودة على أحلى قناة، على الويب سايت بتاعنا، قناة ست البيت. احنا عشان بس الوقت بتاع البرنامج، احنا كنا مجهزين شوية من الفلفل المحشي، انا مش محتاج اكتر من كده في الطبق بتاعي. احنا كلنا ايه هنتعزم على ده دلوقتي. عايز انا انضف الطبق ده وابدا اجيب لكم. انا كنت عامل عينه صغيره للفلفل المحشي مع الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا اجيب بقى ايه اقدمه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كده القلب ده مني ليكوا على فكرة اهوت. واخر واحدة عملنا بسرعة كده مع بعض، نفكر بعض بسرعة. عملنا محشي باللحمة المفرومة، لحمة مفرومة اتلفت بسرعة مع البصلاية ومع الفرسة بتاعت المحشي عامة. وعملنا فكرة جديدة قوي في الجيلي، قدمناها مع كب برتقان بعد ما عصرنا البرتقانه، ما رضناش نرمي القشر بتاعتها واستخدمناها. كل وصفاتنا وكل مقاديرنا موجوده فين؟ على احلى قناه، قناه ست البيت. ولو انت المطبخ غاوي هتركز مع مين؟ هو الحاوي. سلام.